الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم أيها الحضور الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات أنا والسكري التي تنظمها الجمعية العمانية للسكري. وضيفنا في هذه الحلقة هو دكتورة هالة الشيخ، والاستشارية الأولى في السكري والغدد الصماء عند الأطفال بمستشفى مسقط الخاص، وهي أيضا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لمرضى السكري. في البداية، كما تعودنا، أن نبين لكم أهداف ودور الجمعية. طبعا الجمعية العمانية لمرضى السكري تعنى بالعناية بمرضى السكر من خلال توفير المعلومة الصحيحة لهم، وكذلك تعنى بتدريب ودعم الكوادر الطبية في مختلف المجالات العاملة في مجال العناية بمرضى السكري. هذه السلسلة طبعا خاصة للمجتمع، وهذه الحلقة الثامنة، وكل هذه الحلقات مسجلة وموجودة على قناة الجمعية في اليوتيوب. واليوم أيضا بدينا البث المباشر في قناة الجمعية في اليوتيوب، فاللي عنده أي إشكالية عن طريق الرابط الزوم بإمكانه يتوجه إلى تطبيق اليوتيوب ومشاهدة الحلقة مباشرة من هناك. وأيضا ممكن هناك أن يضع أسئلته، وأيضا هنا أيضا نستقبل أسئلتكم سواء عن طريق الطلب تحدث صوتيا عن طريق رفع اليد، ونعطيكم المجال للتحدث والسؤال صوتيا، أو كتابة الأسئلة في الخانة المخصصة للأسئلة والأجوبة. طبعا حديثنا في هذا اليوم عن ضخة الأنسولين وأجهزة قياس السكر، وراح نتكلم عن أنواع القياس لمرضى السكري وأهمية القياس في الحقيقة، وبعد ذلك نتحدث بالأخص عن مضخة الأنسولين. وضيفنا في هذه الحلقة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، وله يعني خبرة واسعة، وسعيدين بحضورك معنا دكتورة هالة، وشكرا وجزاك الله خير على تعاونك. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أيضا قبل لا أنسى، أود أن أتقدم بالشكر لرعاة هذه الحلقة ومركز الرحمة الطبي وشركة تلمار. شكرا جزيلا على تقديم الهدايا لهذه الحلقة. طبعا في هذه الحلقة عندنا أيضا أسئلة للجمهور، فخليكم معانا إن شاء الله، في أسئلة وفيها جوائز بإذن الله معاكم، إن شاء الله تفوز معنا. وطبعا أنتم فائزين يعني بالمعلومة الصحيحة اللي هي أهم من الجائزة، المعلومة اللي راح تفيدكم سواء إذا كنتم عندكم مرض السكري أو إذا كنت تعتني بشخص يعني يعاني من مرض السكري، خصوصا النوع الأول اللي هم عند فلذات الكبد وهو عند الأطفال. فدكتورة، في البداية يمكن قبل أن نبدأ في القياس نتكلم ربما عن أهمية القياس، خصوصا أنه يعني راح نركز اليوم يمكن على النوع الأول أو اللي يصيب الأطفال والشباب وصغار السن، وأيضا كيف أنه ممكن إحنا يعني عن طريق بإذن الله القياس والتحكم ممكن أن نحمي هؤلاء المرضى من المضاعفات مرض السكري. تمام. بالنسبة إلى مرضى النوع الأول، واللي أغلبهم من الأطفال المراهقين والشباب، عادة يظهر النوع الأول لأول مرة في الأشخاص اللي أعمارهم أقل من 30 سنة، فعندهم عمر طويل وهم مع هذا المرض، فالأفضل أنهم يكونون أصدقاء للمرض من أنهم أن يتحدونه. وعلشان أنت تقدر تتحكم في نسبة السكر، لازم أولاً تعرف كم السكر وإيش الأشياء اللي ترفعها، ترفع نسبة السكر أو تخفض نسبة السكر عندك أنت بالذات، لأنها تختلف من شخص إلى آخر، وما في طريقة تعرف هذا إلا بقياس نسبة السكر في الدم. فالأشخاص اللي عندهم السكري من النوع الأول يتوجب عليهم أنهم يقيسون بانتظام، يعني يومياً ما بين 6 إلى 8 مرات يقيسون نسبة السكر في الدم. ليش؟ لأنهم يقيسون قبل الوجبات، وبعدين يقيسون بعد الوجبات بساعتين، وممكن لما يشعرون بهبوط يضطرون يقيسون، يشعرون بأعراض ارتفاع يضطرون يقيسون، إذا قرروا يعملوا رياضة فقبل لا يبدأ الرياضة يقيس، إذا الرياضة مدتها طويلة في وسط ما هو يعمل الرياضة ممكن يقيس، بعد الانتهاء من الرياضة، لأن في مرات بعض أنواع الرياضة
تخفض السكر بعد الرياضة بساعة أو ساعتين بسبب الهرمونات اللي يتم إفرازها. ففي هذه الحالة يتوجب أن هو أيضاً يقيس بعد الرياضة بساعتين. فكذا يعني القياس عملية مستمرة عند الأشخاص المصابين بالنوع الأول. وعن طريق القياس هو راح يعرف تأثير الأمور المختلفة في حياته والوجبات المختلفة على السكر عنده هو. إيش الأطعمة اللي ترفع السكر وإيش الأطعمة اللي ما ترفعها كثير. يعني أنا لاحظت من خبرتي أن في أشخاص عندهم أكلات معينة ترفع السكر عندهم أكثر من أشخاص آخرين. يعني أشخاص آخرين يقولون لي مثلا البطاطس المقلية ما كثير ترفع، بينما في ناس يقول لي لا شوت أب، يعني يروح فوق جدا إذا أكل بطاطس مقلية. فأنت كيف تعرف تأثير هذا على جسمك أنت إذا ما تقوم بالقياس؟ القياس أيضا يساعدك أن أنت تعدل جرعة الإنسولين. فإذا أنت مثلاً أخذت جرعة معينة، أكلت أكل معين ولاحظت أن دائماً بعد وجبة الإفطار ولنفرض دائماً أنت السكر عندك مرتفع، معناته أن الجرعة اللي أنت تأخذها إذا كان الأكل تقريباً يعني متشابه في الأيام المختلفة والأكل متشابه تلاحظ دائماً مرتفع، معناته جرعتك مو كفاية، أنت تضطر تزود جرعة القصيرة المدى مالت الإفطار. وأيضاً إذا أنت تحكمت في السكر عن طريق القياس وتعديل الجرعات، أنت تقلل المضاعفات على المدى البعيد، لأن لاحظوا أن المضاعفات تجي إذا كان السكر ما مضبوط في الدم. فإذا كانت السكر التراكمي عالي أو مثل ما الآن إحنا يعني بالإضافة إلى السكر التراكمي نشوف كم نسبة السكر يعني اللي هي في المعدل الطبيعي، ناديها بالإنجليزي time and range، أي كثر أنت من الوقت في المعدل الطبيعي. وإحنا نحاول أن يكون 70 فما فوق، فلو كان أقل معناته أن أنت الكنترول ما مضبوط. وكل ما أنت ضبطت الكنترول كل ما أخرت المضاعفات، لأن المضاعفات مرتبطة بتنظيم نسبة السكر في الدم. فإذا كل ما كانت مدة أطول منتظمة في الدم كل ما أنت أخرت أو حتى يعني منعت حدوث المضاعفات. والمضاعفات طبعا الواحد ما يريد يتطرق لها، لأن المضاعفات السكر يعني مضاعفات لا يحمد عقباها. اتفق معك، يعني للاسف يمكن هذه المضاعفات تجي في وقت حرج اذا ما تم التحكم، يعني يكونوا خصوصا المراهقين يكون خلص الجامعه وخلص الدراسه يبدا حياته فيتفاجئ بالمضاعفات اذا كان ما تحكم. دكتوره بس بعضهم اعراضه تكون سريعه والاثاره تكون سريعه، لكن ارتفاع السكر اعراضه تكون بطيئه وآثار تكون على المدى البعيد. فأنت يعني يمكن تستهتر، الواحد يستهتر ويقول لا ما في إشكال يعني، لكن هذا كله يتراكم ويتراكم وبعدين على المدى البعيد ممكن تظهر عندك المضاعفات. فليش يعني الواحد يتحكم من البداية؟ بالضبط مثل ما تفضلت، يعني ربما يقول لك أنا الحين سنة كاملة كذا ما متحكم ما حصل أي شيء عندي، فهو يظن أنه على طول، لكن للأسف هي بعد سنوات راح تظهر المضاعفات. وهذا طبعا حل كلنا ما نريده، وما نريد نتكلم عن المضاعفات، نريد نتكلم عن الجانب الإيجابي والتحكم وكيف إن شاء الله التحكم الجيد أنه يمنع هذه المضاعفات. بس الدكتورة قلت بعضهم يعتمد يقول لك أنا عادة أحس إذا نزل عندي أعراض، وإذا ارتفع حتى أحس بالأعراض، أحس عطاش، أحس أن أروح دورة مياه، فيتكاسلوا عن القياس. فهل تكفي هذه الأعراض عن القياس خصوصا المراهقين؟ لا ما تكفي، لأنه في أشخاص بسبب يعني كثرة الهبوط عندهم ما يصير عندهم ما يحس بأعراض الهبوط عنده. فهذول إذا هو يعني ما قاس بانتظام ممكن أن يروح عليه أنه هو السكر عنده نازل وما يتحكم فيه، ما يقدر أنه هو يرفعه. أيضا وقت النوم إذا أحيانا مثلا قاسه عند النوم وشافه 4:30 وهو ما رح يأكل طول فترة الليل، فإذا هو ما قاس ما تعود أنه هو قبل النوم يقيس
أو بعد العشاء بساعتين، فممكن أن تروح عليه وهو نايم ينزل عند السكر وما يحس بالأعراض، يعني حتى لو هو في وقت النهار يحس، عند النوم يمكن ما يحس بالأعراض، ممكن يصير عنده آثار سلبية كثيرة بسبب هذا يعني. وبالنسبة إلى ارتفاع السكر أيضا وهبوط السكر، مرات تتداخل الأعراض، يعني ممكن هو يحس بتعب وبنهاق ويظن أنه هو هذا بسبب أنه هو السكر عنده نازل، يقوم يروح ياخذ سكر وهو في الواقع السكر عنده مرتفع ويروح يرفع زيادة. فإحنا نقول أبدا لا تحذر، لا تقول تحذر يعني أنا أغلب الظن أنا عندي عالي ولا أغلب الظن أنا عندي، روح وقيس، قيس السكر وتأكد عالي ممكن تاخذ جرعة تصحيحية، نازل تاخذ سكريات علشان ترفعه وتكون في السيف سايد، لأن إذا عالي وخدت الجرعة التصحيحية لازم تعيد الفحص ورا ساعتين تتأكد أنه هو نزل، بينما الانخفاض إذا أخذ سكريات لازم تعيد الفحص ورا 15 دقيقة وتأكد تتأكد أنه ارتفع. فيعني القياس لا بد منه، يعني احنا نعرف أن القياس مؤلم وكذا، ولكن هو أهون من مضاعفات. أكيد. أيوة دكتورة، بس لو نذكر المتابعين بأهم الأرقام أثناء القياس، كم يعني على الريق بعد الأكل، تراكم، الأرقام الرئيسية اللي لازم يحفظها كل مريض سكري. أيوة، يعني في قبل الوجبات وعند الصيام، يعني عند لما يقوم الشخص من النوم مفروض أن السكر يكون ما بين 4 و8، بينما بعد الوجبات يكون ما بين 5 و10. طبعاً في بعض الوجبات للأشخاص الكبار ممكن أن نقول أنه هو ما بين الـ قبل الوجبات ما بين 4 و7.8، لكن للأطفال نحن نقول من 4 إلى 8، لأن ما نريد بعد يصير عندهم هبوط، هم معرضين للهبوط. بعد الوجبة من 5 إلى 10 فاحفظوهم 4 إلى 8 قبل، 5 إلى 10 بعد. سكر التراكمي ما نريد يزيد عن 7، بس أيضا في الأطفال اللي جدا صغار ممكن نسمح إلى 7.5، واللي عندهم تكرار في هبوط السكر ممكن نسمح أنه هو يكون عندهم 7.5، لأن في ناس يعني أشخاص يكون عندهم دائما يتكرر هبوط السكر عندهم، فما نريد تايت كنترول، لكن مو أكثر من 7.5 عشان نمنع المضاعفات. ممتاز ممتاز. إذن أي حاجة من 10 فما فوق يعني تحتاج إلى انتباه، ولذلك إحنا بعض نسمع يقول لك لا وأنا يطلع عندي 20، وبعضهم يتفاخر ويقول لك أنا عندي 20 و21 ما حسيت بشيء وعادي وأكل. هاي طبعا كلها ممارسات خاطئة وخطيرة. مثل ما تفضل الدكتورة، يعني على الريق 4 إلى 8، وبعد لكن من 5 إلى 10، والتراكمي 7 أو أقل، أرقام مهمة جدا لمرضى السكر، نتمنى أن كلهم يعرفوها. وطبعا بعضهم يستخدم الوحدة الثانية، فعلى أساس نذكركم أيضا التحويل ما بين هذه الوحدة الوحدة الثانية المعامل 18، إذا توقع دكتورة يعني إذا نحول من هذا الرقم إلى الرقم الثاني نضرب 18، وإذا نقص نقسم على 18 فقط، لأن بعضهم يستخدم الأرقام الأخرى اللي هي 200 و300. إذن دكتورة الآن ننتقل إلى، قلنا اتفقنا الحين أهمية القياس، الآن طرق القياس، إيش هي الخيارات وطرق القياس على أساس نعرف إيش حاصل داخل في الجسم وما نعتمد على الشعور؟ لازم نعرف الرقم حاصل نسبة السكر داخل الدم. طبعاً القياس ممكن عن طريق الجهاز القياس والأشرطة، وأجهزة القياس والأشرطة أنواع بتطرق لها. أو وهذه يعني آنية في نفس الوقت، أنت تقيس وأنت تعرف كم السكر في هذاك الوقت بالضبط، ما تعرف قبلها ب3 ساعات بعدها ب4 ساعات إلا إذا قست. في الآن أجهزة لقياس السكر أكثر دقة، هي أجهزة على مدار اليوم. يعني ممكن إذا أتوقع في صور دكتورة الأخ سعود لو سمحت طلع صور. في صور أتوقع. في صور. أيوة. تفضل سامحني قطعت عليك، بس سعود ورسم طلعنا الصور.
ايوه تفضلي دكتوره لحد ما يطلع السعودي الصوره. الاجهزه اللي على مدار اليوم اللي هي بالانجليزي نقولها ريل تايم، لانها على طول على طول تقيس وتقيس السكر في الانسجه المحيطه بالاوعيه الدمويه، وتسوي لها يعني متوسط وتعطينا كم السكر كل 5 دقائق. فانت تشوفها يعني تشوفها على شاشه الجهاز كل خمس، لا مو هذا المضخه سعود، اللي قبل اللي قبل. حط لنا صور الاجهزه القي. ايوه ايوه انا بتكلم، بعدين لنجى دور الثانيين بالتفصيل بنحط الصور الثانيه. ممتاز ممتاز. فالثاني بيكون على مدار اليوم على طول يقيس، او متقطع بمعنى انه هو يقيس على طول لكن ما نشوف القراءه الا اذا انت حطيت الريكوردر او السمارت فون الان الهاتف الذكي ويبين على شاشته. فهذه الانواع. اذا جينا في البدايه الى اجهزه قياس السكر اللي هي عن طريق الاشرطه اللي مثل ما نشوف هنا، فبنلاحظ انها الجهاز صغير وممكن ينحمل في الجيب، ويكون معها اشرطه، وهذه الاشرطه نحط عليها نقطه من الدم، وبعدين على الشاشة نقرأ كم قياس السكر. طبعاً هذه الأجهزة تختلف في ميزاتها وفي أسعارها، فأنت لما تروح تشتري هذا الجهاز ممكن أن أنت تسأل عن دقة الجهاز، بمعنى إيش أنزل شيء ممكن تشوفه في هالجهاز وإيش أعلى شيء، لأن هو عنده يعني أعلى وأنزل، وإذا أقل من كذا يظهر لو، وإذا أعلى من كذا يظهر هاي. ففي ناس توصل ل33، في ناس إلى 24، يعني قصدي بعض الأجهزة. فأنت تسأل عن دقة الجهاز لأن تحب يكون عندك جهاز دقيق. بعدين كم كمية الدم، يعني في منهم 0.3 يحتاجون مايكروليتر، وفي منهم يحتاج 1 مثلا، كمية أكبر يكون عندك فكرة يعني. بعدين كم وقت ياخذ عشان تظهر النتيجة؟ أغلبهم 5 ثواني عشان تظهر النتيجة. مثلا هل هذا عنده ذاكرة ولا ما عنده ذاكرة؟ ويخزن كم قراءة؟ منهم يخزن 200، منهم يخزن 400، منهم يخزن 500. تقدر بعدين لما تروح إلى الطبيب المعالج تعطيه وهو يشوف الميموري، يشوف الذاكرة، ما يحتاج أن مثلاً أنت كلها تسجلها. في منهم عندهم ميزات أخرى، مثلاً ممكن أن يظهر لك ألوان إشارة المرور، ولما تقيس يراويك أنت في الأحمر ولا أنت في البرتقالي ولا أنت في الأخضر، يعني هل أنت كنترول ولا أنت هاي ولا أنت لو، يعني يظهر السهم في هذول. بعدين في عندنا بعض الأجهزة تقيس أيضا الكيتونات، يعني عندها أشرطة لقياس الدم وأشرطة لقياس الكيتونات في الدم. مثل ما نعرف كل ما ارتفعت نسبة الكيتونات معناته أن في خطر، يعني في حالة خطرة ممكن يمر فيها المريض مثل الحمض السكري الكيتوني. فهذه الأشياء انتبهوا لها بالإضافة إلى السعر، يعني ممكن أنت تختار واحد ميزاته كثيرة لكن في النهاية يجي سعره بعد غالي، فأنت تأخذ على أنت الميزانية اللي عندك والميزات اللي مهمة حقك أنت. فانتبهوا لهذه الأمور. ومثل ما ذكرت هي أجهزة قيس آنية في هذاك اللحظة، ما تخبرك قبل ولا تخبرك بعد، ولكن في منها الآن بعض الأجهزة تعمل متوسط average، بمعنى تقدر أنت ورا 7 أيام تشوف إيش المتوسط السكر عندك كان في 7 الأيام أو في 14 يوم أو في شهر. فهذا ممكن بعد تسأل عنه لما تروح أنت تشتري الجهاز، هل هذا يعمل averaging متوسط ولا ما يعمل. فهذا المعلومات اللي لازم تعرفونها عن الجلوكوميترز، أجهزة قياس السكر عن طريق الأشرطة. ممتاز. وايضا دكتوره اضيف الى كلامك انه يعني الجمعيه عندها مبادره انها تدعم في عندها بطاقه تخفيض
في بعض انواع هذه الاجهزه، فاللي صحيح حاب انه يستفسر عن هذا الموضوع بامكانه يتواصل مع الجمعيه ويحصل هذه البطاقه، بطاقه دعم، ودعم جيد يعني تقريبا في حدود 54%. وهذا ايضا احد مبادرات الجمعيه اللي هي نحاول الجمعيه تحاول تساعد المرضى انهم يقيسوا ويحصلوا هذه القياسات باقل سعر. ممتازه دكتوره، اذا هذه نقطه مهمه. اذا بسم الله، ليش ما ناخذ سؤال واحد ونكمل مشان نشرك الجمهور معانا؟ تعطينا سؤال سعود من هناك مع الجمهور؟ ايوه، سؤال: كم مرة في اليوم يتوقف على مريض السكر من النوع الأول قياس نسبة السكر في الدم؟ إذا ننتظر إجاباتكم، إن كانكم تجاوبوا مباشرة على هذا السؤال الذي أمامكم، وإن شاء الله بعد ما يوصل تقريبا سعود 60% عندك تظهر النتيجة. مرتان، ثلاث مرات، ثلاث مرات بعد الوجبات من 6 إلى 8. طبعا الدكتورة تكلمت على هذا وأتوقع إجابة مجانية إن شاء الله كلكم جاوب عليها. طلعت ذاك ممكن تعرضنا ذاك. ممتاز، إيش تعليق الدكتورة على الإجابات؟ طبعا 84% جاوبوا إجابة صحيحة من 6 إلى 8 مرات. في ناس ذكروا مرتان، طبعا ما تكفي لمريض النوع الأول، ما يكفي مرتان، هل قبل ولا بعد، هل قبل يعني الإفطار ولا بعده، قبل العشاء ولا بعده، هذا صباح مساء، وكيف عن الغداء، وكيف لو حس بأعراض هبوط، حس بأعراض ارتفاع. مرتان أبدا ما يكفي، ثلاث مرات قبل الوجبات. قبل الوجبات يساعدنا أن نعرف عمل الإنسولين القاعدي أو المنظم، ما يخبرنا ولا شيء عن الإنسولين قصير المفعول. فلو قست قبل الوجبات ما تعرف هل الإنسولين اللي استخدمته يعني تكفي الجرعة ولا ما تكفي للوجبة. ثلاث مرات بعد الوجبات بيخبرك عن قصير المفعول، بس ما راح يخبرك شيء عن القاعدي أو المنظم. فهي من 6 إلى 8 مرات قبل وبعد كل وجبة، والحالات الخاصة اللي ذكرناها بالإضافة، مثلاً في ناس أطفال عند النوم، عند الهبوط، عند كذا. والهدف منه محاكاة البنكرياس الطبيعي، يعني البنكرياس لما يكون ما فيه كربوهيدرات ينقص الإنسولين، إذا كربوهيدرات كثيرة يفرز إنسولين، فهذه يعني جهاز دقيق وكذا. والعلاجات مختلف، العلاجات تحاول أن تحاكي هذا تكون قريبة من 70 إلى 80%. صحيح. فهو هذا الهدف، لذلك يعني احنا نحتاج الى القياس. السؤال هنا دكتورة عائشة: هل الانسان السليم يكون قياس السكر طبيعي بعد الاكل مباشره ام لا بعد لابد اكمال ساعتين؟ لا، الانسان الطبيعي ما يرتفع عند السكر، يرتفع لكن ما يرتفع في معدل جدا عالي اللي هو نقول أنه هو عنده مرض السكري. لازم بس بيرتفع في الطبيعي، يعني مثلا من 5 ممكن يصير 6 كذا يعني، أو 6.5 على حسب إيش أكل، ما رح يرتفع عن 7.8. لأن إذا ارتفع عن 7.8 معناته أنه ممكن يكون عنده impaired، ممكن يكون أنه ما وصل إلى مريض سكر لكن الجسم ماله ما قادر يتعامل مع السكر اللي في الدم. ومتى ممكن يكون نقول عن ممكن نقول عند السكر بعد لك في رقم معين إذا ارتفع مثلا 12 أو 13 أو 11؟ فوق ال 11، فوق ال 11.1 ساعتين بعد الأكل نقول أنه هو عند السكر، إذا كان عنده أعراض. إذا ما عنده أعراض وتكرر أنه 11.1 وما كان عنده مرض يرفع السكر، لأن مرات في أشخاص يأخذون أدوية معينة ومرات يكون عندهم التهابات شديدة ممكن ترفع السكر. لا، إذا كان هو سليم وتكرر ساعتين بعد الأكل حتى مع عدم وجود الأعراض 11.1 11.1 نقول أن عنده السكر، وعند الصيام إذا زاد عن 7
نقول عنده السكر. يعني بعضهم بعض المرضى دكتوره اللي نحصل عندهم مثلا 12 13 كذا يقول لك انا ماكل حلوى ولا ماكل سكر. ما لا ما, ما يرتفع عند الشخص السليم. يعني نحن حتى ما بين 7.8 الى 11 ساعتين بعد الاكل هذه يعني نشك فيها، فنروح نعمل لهم فحص السكر في الماء، نعطيهم محلول يعني من السكر ونقيسه ورا ساعتين ونشوف، واذا شفنا ما بين 7.8 الى 11 ساعتين بعد ما عطيناه المحلول نقول انه هو عنده impaired tolerance، بمعنى انه عنده قابليه، جسمه ما قادر انه هو تماما يسيطر على نسبه السكر، وعنده قابليه انه هو يروح في مرحله السكري اذا ما حافظ على نفسه. ممتاز ممتاز. في سؤال ايضا من سؤال من الاخت مريم تقول هل يستطيع المريض زياده الجرعات وكم الجرعات التي يستطيع زيادتها وكم نسبه السكر التي تستدعي الزياده؟ هذا سؤال مركب ما شاء الله 3 in 1. فالسؤال هل يستطيع بصفه عامه المريض زياده الجرعات، يعني يعدل ممكن يعدل في الجرعه المريض؟ ايوه اكيد. نحن مثل ما تفضل دكتور احمد نعطي جرعات الانسولين عشان نحاكي غده البنكرياس، فنحن نعطي جرعه واحده منظمه ناديها المنظم او القاعدي، وهي تستمر على مدى ال 24 ساعه. هذه تحافظ على السكر فيما بين الوجبات، ما لها علاقه بالاكل. وعادة إحنا يعني السكر ما فقط يتأثر بالأكل، ممكن شخص عنده امتحان، ممكن شخص عنده قلق من حاجة معينة، ممكن شخص عامل رياضة، فممكن شخص مريض، هذا كلها ما لها علاقة بالأكل، ممكن أنها ترفع هذه السكر. فإيش اللي يتحكم فيها؟ يتحكم فيها الإنسولين القاعدي، النادي بيز الإنسولين، واللي نعطيه مرة واحدة ومفعولة 24 ساعة. الآن قبل الوجبات الإنسولين القاعدي كمية قليلة جدا، فما تكفي إذا أكلت أنت الوجبة، هذا الإنسولين ما رح يضبط السكر عندك، خاصة إذا وجبتك فيها نسبة من الكربوهيدرات أو من النشويات. فإحنا نعطي إنسولين قصير المفعول يغطي هذيك الوجبة، ونعطيه قبل الوجبات مثل قبل الإفطار، قبل الغداء، قبل العشاء، مفعولة يتراوح على حسب نوع الإنسولين، منهم إلى 4 ساعات، منهم إلى 8 ساعات، نحن نقيم ونشوف الطفل هذا هل يأكل كثير ما بين الوجبات ولا ما يأكل ما بين الوجبات، ولا يروح مدرسة وعنده فسحتين، ونقرر أي نوع من الإنسولين نعطي. الآن أيوة. في بس دكتورة سامحيني قطعت كلامك، بس في عندنا مشاركة صوتية لأخت إسراء هنا تفضلي. إيه بس أنا أريد أرد على السؤال. السؤال هي. إذا عطينا هذه الأربع الإنسولين وأيضا شفنا أن السكر ساعتين بعد الوجبة مرتفع، فنحن ما نتركه ونقول لا والله الدكتورة قالت لنا 4 مرات واحد منظم قبل الوجبات، لا، في شيء اسمه جرعة تصحيحية. نعم. يعني طبيبك يشرح لك يقول لك إذا شفت عالي بعد الأكل معناته أن الإنسولين اللي أنت خذته ما غطى هذه الوجبة، فأنت يعطيك كيف تحسب الجرعة التصحيحية وتأخذ الجرعة التصحيحية. هدفك أنت أن يكون السكر دائما في المعدل الطبيعي، ما يرتفع ولا ينزل. إذا نزل تأخذ حاجة سكرية علشان ترفعه بس ما توديه فوق، وإذا ارتفع تأخذ جرعة تصحيحية تنزله. فنعم ممكن أن أنت تأخذ جرعة زيادة من الإنسولين عشان تعدل نسبة السكر في الدم. كم عادة؟ إحنا قلنا أن بعد الوجبة يكون ما من 5 إلى 10، ففي الأطفال الكبار إذا ارتفع عن 10 يأخذ الجرعة التصحيحية على طول، لكن في الأطفال الصغار ننتظر إلى 12. يعني أنت تشوف وتقيم، الطبيب راح يخبرك إذا شفت مثلا زيادة عن 12 خذ جرعة تصحيحية.
فالنزلة، لأن في أطفال مثلا، أنا عندي أطفال عمرهم سنة، عمرهم سنة ونص، عندهم سكر من النوع الأول، هذول لاحظنا لو نعطيهم جرعة تصحيحية فوق 10 ينزل بسرعة ويروح في هبوط، فما ننتظر شوية عليهم فوق 13 فوق 12 على حسب يعني وكذا. وأيضا إذا تكرر يعني هذا الارتفاع يمكن يحتاج مراجعة حساب الكربوهيدرات، يعني يمكن يحتاج تعديل الجرعة ما قبل الأكل تعديل الجرعة. وتعديل الجرعة ما قبل الأكل بالضبط، ما دام دكتورة ممكن تصحيحية. استفسار؟ إيه تفضل تفضل يا أختي إسراء. بارك الله فيكم دكتور، لو سمحت أختي عندها تنظيم في السكر لما تنهض، يعني معدلها ما شاء الله يوصل 14 15، يعني أيوة. قاس قبل الفطور يعني واجد يرتفع. كم عمرها؟ عمرها كيف؟ انقطع ثمان الصوت بس. سنوات 8 سنوات. ثمان سنوات وما شاء الله، يعني ما يظهر فيها شيء، يعني أثر فيها ولا أعراض ما يظهر فيها أبدا. ما يظهر فيها أعراض، بس على المدى البعيد يكون ضار للجسم وممكن يسرع في حدوث المضاعفات. فهي إذا كانت تاخذ منظم، وأنتوا لاحظتوا أن السكر عالي في وقت هي يعني لما تنهض من النوم، معناته فترة ما أكلت أكل، معناته أن جرعة المنظم مو كفاية. هذه واحد من الأسباب. من الأسباب الأخرى، الآن في فصل الصيف كثير من الأطفال والمراهقين يسهرون، ولما يسهرون يأكلون بالليل، يعني الساعة على الساعة 1 على الساعة 2، وما يأخذون إنسولين، فطبعا يرتفع السكر عندهم في الدم، ولما ينهض من النوم يكون عالي. هذا سبب آخر أيضا من الارتفاع. فهي لازم تراجع مع الطبيب المختص، وهو راح يسألها أسئلة، أن متى آخر وجبة أخذتها، إيش الجرعة المنظمة وكذا، ويعدل لها الجرعة إن شاء الله. لكن دكتورة نحن نضربها في المنظم الساعة 10 خلاص، يعني تحددنا هي تنام الساعة 10 ما تسهر، وحتى في القياسات مالها يعني مرات ترتفع ارتفاع 25 27 يوصل وماشي فعلا. تأثير، حتى هاي يوصل في الجهاز يبين يبين في الجهاز هاي يعني المعدل فوق مرتفع، ايوه، يعني كيف معناته جرعتها مو كفايه، جرعه المنظم اللي هي تاخذها مو كفايه حقها، واذا بعد الوجبه تشوفونه مرتفع، معناته جرعه القصير المفعول مو كفايه حقها، فلازم الدكتور يعدل الجرعه، ولازم تعدل بعد. هي يعني هذه مالت تنهض من النوم ما لها علاقه بالاكل، بس بالنسبه الى الجرعات ما قبل الوجبه يحتاج تعديل الجرعه، ويحتاج تتعلم تحسب الكربوهيدرات، لان الاكل يختلف من يوم الى يوم. فاذا هي تعلمت ان هي تاخذ الجرعه على حسب نسبه النشويات الموجوده في الوجبه، بعدين راح تضبط السكر بصوره افضل. يعني فطور، يعني فطورها ويعني وقت الغداء وقت الوجبات، يعني جمع طاي في الأخصائي التغذية، جلست مع أخصائي التغذية وخبرنا كيف الآلية في الغذاء نعطيها وكذا، وماشيين عليه نفس الروتين، لكن ما حصلنا نتيجة واجد. يعني فهي مو واحدة من التصحيح يا دكتور. أن هي جرعتها مو كفاية، فيحتاج أن الدكتور يجلس ويعدل الجرعة. حاجة ثانية، في الآن أطفال من النوع الأول يكون أوزانهم كبيرة، ففي عندهم مقاومة لا أيضا ضعيف، للإنسولين، ضعيفة، وزنهم صغير. يحتاج يعدلون لها الجرعة مالتها اللي تاخذها مو كفاية، لأن إذا هي ملتزمة بالأكل مثل ما شرح لكم خبير التغذية أو خبيرة بالفعل التغذية، أيوة، وما زال السكر عندها عالي، وتضرب بانتظام وتضرب في الوقت الصحيح، يعني في ناس مثلا تاكل وبعدين تضرب، ما ينفع، بيرتفع السكر. أيوة، لأن لا هي لازم
لا أي، فهذا معناته أن هي لازم تتعدل جرعتها، لازم تجلس مع الطبيب المختص ويعدل لها جرعتها إن شاء الله. هو مراقبين الوضع وحتى الجدول منهم مراقبين وكذا، المنظم يعطوها 7 أيوة والأنسولينات، والأنسولينات تقريبا شيء على حسب الارتفاع، الأنسولينات على حسب الارتفاع، ارتفاع مرات 4 وقت الغداء، شيء 5. بس شكله ما كفاية اللي يعطونها، لأن مرات الدكتور يعني أو الطبيب يعطي الجرعة بس لازم ايوه بعدين يراجع هذه الجرعة، لأن ما كل الأشخاص واحد، يعني في أشخاص تحتاج أكثر، في أشخاص تحتاج أقل، حتى اللي نفس الوزن. فأنت بالفعل طبيب بعد ما يعطيها الجرعة مفروض أنه هو يراجع هذه الجرعة ويعدلها على حسب هذا المريض بالذات. فأنتوا لازم تروحون للطبيب المعالج وتراونهم الجدول وتخلونهم، يعني الطبيب أكيد هو لما يشوفه مرتفع من نفسه بيعدل الجرعة. بالفعل بالفعل عدل كم مرة، ولكن نفس يعني ما نفس النتيجة، ومرة تزيد ومرة تقل، يعني سبحان الله، يعني أسبوع يكون منتظم زين ينزل، بعد هو نازل 14 15، احنا نسميه نازل ما شاء الله، مرات يضرب هاي أكثر لا شيء، لا وما ما شاء الله في يعني منتظم، فأكلها منتظم، أكلها منتظم، ايوه ما لا عرف ما يمكن في خلل في فايده، الأنسولينات. في يعني هي تحتاج ان حد يعني يشوفه ويدخل في التفاصيل، اذا تعمل رياضه ما تعمل رياضه، ايش تاكل، متى تاكل، تاخذ وجبات ما بين الاكل ولا ما تاخذ وجبات ما بين الاكل، ويعدل لكم ان شاء الله. إن شاء الله يا أخي إسراء، نتمنى لإسراء الصحة والعافية، ومثل ما قال الدكتورة أنه لازم تراجعوا الأهداف، الأرقام، يعني الأرقام المرتفعة هي الأشياء اللي إحنا نحاول أن نتجنبها، فما دام في أرقام مرتفعة تسجلوا هذا القراءة وتأخذوها معاكم. وأيضا بعض الأطباء ربما يعطيوا تعليمات أنه إذا حصلت فوق كذا بإمكانك تزيد وحدة أو تنقص وحدة أو كذا، فشوفوا مع الطبيب هل هو يعطيكم هذا الخيار ولا لا، خصوصا اذا كان عنده ارتفاعات اول الصباح، يمكن هو يعطيكم التعليمات كيف ممكن تعدله بدرجات بسيطه جدا اذا كانت هذه الارتفاعات متكرره. ما كده دكتوره؟ أيوة صحيح، خاصة المنظم إذا كان في وقت نعم الصلاة. صحيح صحيح، واذا في اي شيء احنا ممكن نخدمكم فيه فلا تترددوا، تواصلوا حسابات الجمعيه معاكم، تواصلوا معنا اذا ممكن نساعد الاخت اسراء في اي شيء، ان شاء الله احنا موجودين لخدمتكم باذن الله. شكرا شكرا اخي العزيز. وايضا هنا في سؤال اخر، ما الحل لمريض لا يقدر توفير جهاز قياس السكر المتواصل وقراءته في جهاز سكر لحظي مرتفع وتراكمي مرتفع؟ يعني مره ثانيه اكرر ان الجمعيه موجوده لخدمتكم، فاذا في، وقال ايضا الان عندنا مبادره نحن معكم يمكن سمعتوا عنها، اللي هي نوفر اجهزه قياس السكر حال الاطفال، اللي هو المستشعر للسكر، فإن شاء الله إذا كان هذا الشخص يجد صعوبة فيتواصل مع الجمعية، إن شاء الله الجمعية قدر المستطاع وقدر الإمكانات رايحة توفر يعني الأجهزة، ومثل ما خبرتكم بالنسبة للقياس في بطاقة عندنا للتخفيض، وفي عندنا بعض الأجهزة اللي موجودة في الجمعية، ممكن الجمعية أيضا توفر لكم إياها وتعطيكم أيضا أكيد هذه البطاقة، فتواصلوا بس مع حسابات الجمعية، وإن شاء الله هناك الأخوة المنسقين في الجمعية ما يقصروا معكم بإذن الله. دكتورة في سؤال آخر هنا، هل مضخة الأنسولين أفضل لشخص طفل عمره 7 سنوات 5 سنوات؟ نحن لحد الآن ما تطرقنا ما للمضخة، تطرقنا للمضخة صحيح. ولكن نخليه خلينا نأجله 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 إلى لما وبعدين نتكلم عن نجاوب المضخة. على هذا السؤال إن شاء الله، لأن لا يدركنا الوقت. نزيد بنروح الآن إلى الأجهزة، أجهزة القياس اللي هي إن على شاء الله مدار أحسن. إن شاء الله أيوة ممتاز. إذا تفضل الدكتورة، إذا نروح إلى الموضوع، فعلا الوقت أدركنا، نروح إلى أجهزة القياس اللي هي على مدار الساعة، اللي هي الأهم ربما والأفضل. أيوة، فطبعا مثل ما احنا ذكرنا، لأن أجهزة قياس الأشرطة أجهزة آنية تقيس في نفس ذاك الوقت، وما تخبرنا، ما نعرف إيش قاعد يصير قبل ولا بعد. فالآن في عندنا أجهزة أكثر دقة، وهي تقيس، تكون على متكونة من مجس أو مستشعر يوضع في تحت الجلد، وهذا أيضا المستشعر متصل في
جهاز ينقل المعلومات بعد القياس، بعد ما المستشعر يقيس ينقل المعلومات إلى جهاز ثالث اللي هو ممكن نشوف فيه القراءة. الجهاز الثالث اللي ممكن أن احنا نشوف فيه القراءة ممكن أن يكون على شكل جهاز أو يكون على شكل هاتف ذكي. الأخ سعود بس يطلع الصورة، الأخ سعود طلع الصورة. إذا تراوينا الصورة لأنه يكون الموضوع أوضح. أيوة، فإذا شفتوا هنا في الصورة هنا في جهازين، هذول الجهازين اللي هما هذا الجهاز أيوة هذا الجهاز والجهاز اللي جنبه، هذول الأجهزة فيهم مستشعر يروح تحت الجلد، وهذا المستشعر فيه جهاز ينقل المعلومات عن طريق البلوتوث إلى شاشة ممكن أن أنت تقرأ قيمة السكر. فائدة هذا أنه هو يقيس على طول، فأنت راح تشوفه على شكل قراءات وعلى شكل رسم بيانات تشوفه لما يرتفع ينزل يروح أقل في هبوط يروح في ارتفاع، فأنت تشوفه على الشاشة على طول على مدار اليوم تشوف هذا الرسم البياني إيش قاعد يصير في السكر من غير ما أنت تقيس. هذا الأول. والثاني الثالث اللي هو الفريستايل ليبري، هذا أيضا في مستشعر، أيضا في جهاز ينقل المعلومات، أيضا في هناك جهاز شاشة أو هاتف ذكي، ولكن هذا لا ما يظهر القراءة إلا إذا أنت قمت بالمسح، يعني إذا مسحت الجهاز الذكي أو الريكوردر اللي هو ينادونه الجهاز الصغير أمام المستشعر راح تظهر لك القراءة، فكأنما أنت تقيس بالأشرطة لكن ما فيها وخز. وفوق هذا بعد في رسم بياني يخبرك في الثمان ساعات الفايتة كم كان السكر وهل نازل ولا مرتفع، بس مو أكثر من ثمان ساعات، بس ما يذكر لك أرقام، يذكر لك أرقام فقط إذا قمت بالمسح. فإذا في أي أسئلة، طبعا هذا أكثر دقة من الجهاز الآخر اللي عن طريق الأشرطة لكن أغلى في الثمن أيضا. بالضبط صحيح. في هذا المجال اتوقع ما اني شفت انا، بس يمكن في السؤال اللي هي عن المضخه اللي هو راح نجي بعدين، بس ما شفت ان في ما في اي سؤال هنا عن هذا عن هذه الاجهزه بالضبط. بس هو يمكن ما اعرف، يمكن ذكرت انا ما انتبهت كل كم تغير هذه الاجهزه. الان النوع الاول اللي هو هذول الاجهزه انا ذكرتهم لان هم اللي موجودين معانا يعني في السلطنة، ولو أن الأول يجيبونه من الإمارات كان فترة موجود وانقطع الآن، بس إن شاء الله بيكون موجود قريبا. النوع الأول اللي هو الدكسكوم 6G، هذا المستشعر يبقى في الجسم 10 أيام. النوع الثاني اللي هو الغارديان، المستشعر يتبدل كل أسبوع، غارديان 3 والآن جاي الغارديان 4. والثالث اللي هو اللي عن طريق المسح، هذا المستشعر يبقى في تحت الجلد أسبوعين. ممتاز ممتاز. إذن إذا ما في سؤال يمكن نأخذ سؤال عام، إذا ما عندك مانع دكتورة، إذا ما في سؤال عن هذا الموضوع. السؤال كان كيف نحسب الجرعة التصحيحية لمريض السكر النوع الأول؟ كيف نحسب الجرعة التصحيحية؟ عن طريق الجرعة التصحيحية فيها حساب، يعني فيها معامل تصحيح، وانت هذا المعامل التصحيح بيخبرك إياه الطبيب، يعني الطبيب بيخبرك معامل التصحيح هو كذا، خلينا نقول مثلا 3 معامل التصحيح عندك. فأنت لما تشوف السكر تريد تصحح سكر 13، فأنت تروح تطرح المعامل التصحيح، تطرح 13 من
السكر اللي أنت تريد توصل له، بمعنى 8 أو 7، خلينا نقول 8، فتطرح 13 من 8 وتقسمها على معامل التصحيح، بيظهر لك كم نسبة الإنسولين اللي أنت تحتاجها عشان تصحح بالوحدات، بالملي مول بر ليتر. لكن ممكن بعد معامل، يعني أنت لما يعطيك معامل التصحيح الطبيب تسأله هل هذا بالملي جرام بر ديسيليتر ولا بالملي مول بر ليتر. طبعاً اليونتس أوف إنسولين هي واحدة ما بتتغير في أي نوع من الحساب. ولكن أعيد مرة ثانية، تسأل الدكتور إيش معامل التصحيح علشان أنا أصحح، يعطيك هو الرقم فأنت تأخذ هذا الرقم، وإذا ارتفع السكر خلينا نقول الرقم مالك 3، إذا ارتفع السكر وصل إلى 15 أنت تريد توصل إلى 8، تطرح 15 من 8 فيصير عندك 7، تطرح السبعة، تقسم السبعة على 3 على معامل التصحيح، بيطلع لك 2 وكسر، اترك الكسر إذا الكسر صغير، وعطي 2 يونت جرعة تصحيحية. كذا يحسب يعني بصورة دقيقة، هذه هي طريقة الحساب الجرعة التصحيحية. بالضبط، يعني أنا إذا مثلاً قبل لك الجرعة مالي 5 ولكن قست حصلت مثلاً 15، ما منطقي أن أخذ نفس الجرعة، فمعناته هذه الجرعة محسوبة على أن يكون هو في الحدود الطبيعية، فلذلك هذا المقصود بالجرعة التصحيحية. الجرعة التصحيحية عادة أنت تأخذها ساعتين بعد الوجبة. أو إذا أنت قبل الوجبة قست ومن قبل الوجبة شفت عالي، ضيفها إلى ضيفها إلى الجرعة، جرعتك يعني أنت الجرعة اللي تأخذها علشان الأكل، بس ما راح تنزله في المعدل الصحيح، يعني في المعدل الطبيعي، فأنت تضيفها. إذا لاحظت أن أنت كل يوم كل يوم كل يوم قبل الغداء تحتاج هذه الجرعة التصحيحية، معناته أن جرعتك مو كفاية، زيدها هذه الجرعة التصحيحية على جرعتك، بدال ما تجلس كل يوم ولا تنتظر إلى ما تروح للطبيب. يعني الواحد أيضا هو لازم يستخدم يعني معلوماته في علاج السكر. بالضبط، وده هو الهدف، هو ليس القياس صحيح، والهدف ليس القياس هو في حد ذاته، لكن الهدف ان احنا لازم نعرف نتعامل مع هذه القراءات ونفهمها ونحللها ونعرف كيف نتعامل معها. ناخذ بس مداخله من الاخت مريم الشعيري. اخت مريم معانا، تفضلي. تفضلي اخت مريم، تريد سؤال ولا شيء معاكي؟ بعض الاحيان بالخطا يضغط على رفع اليد. إذن ما مشكلة، ناخذ أخت كلثوم أو كلثوم. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. الله يبارك في عمرك إن شاء الله رب العالمين، كل عام وأنتم بخير. الصحة وعافية. أنا سؤالي، هل من ممكن تكون آلام الجسم عامة وبعض الحمى علامة من علامات ارتفاع السكري؟ يعني شخص مصاب بالسكر ولا طبيعي؟ مصاب بالسكري، يعني آلام عامة كل الجسم يعور، يعني قصدي العظام والكل، يعني رجول اليدين الراس كله. يعني شوفي، هو يعتمد، الآلام العامة ممكن تكون من أعراض ارتفاع السكري، لكن إذا شخص سكر ماله منتظم ف يعني من غير المعقول أن تكون هذه الآلام بسبب السكري، لأنه هو سكره منتظم، فليش؟ فالأفضل أنه هو يروح للمستشفى ويعمل فحوصات عامة علشان يعرف إيش سبب هذه الآلام العامة. لكن إذا السكر ماله دائما في ارتفاع، ممكن أن الواحد يحس بآلام وبسبب ارتفاع السكر، فيحاول أنه هو يضبط نسبة السكر. إذا هو قدر يضبط نسبة السكر وما زالت الآلام موجودة، أيضا يذهب ويعمل فحوصات علشان يعرف إيش سبب هذه الآلام. فهي نسبية، يعني ممكن تكون بسبب ثاني.
زين حبيبتي بارك الله فيك. شكرا وسؤال اخير سؤال ولا خلاص خلاص ما مشكله. اسالي اسالي تفضلي تفضلي. نعطي فرصه على غيري ما مشكله. خير الجوع دكتوره، الجوع ممكن يرفع السكري؟ الجوع الجوع ما... ايوه عدم الاكل يعني، قصدي لساعات طويله جوعان وما اكل ولا لا، قصدي يعني انا هو اتكلم عن نفسي صراحه، انا ما ايوه تجيلي نفسي اكل اكثر عن 12 ساعه، واخذ انسولين 5 ابار في اليوم زين، واخذ جليكوفيج. انا زين. اتكلم عن نفسي، انت من ما النوع يجيني نفس اكل ابدا ابدا. ايوه وايش وايش السؤال الان؟ السؤال يعني اكون هذه الفتره طويله يمكن اكثر عن 12 ساعه اكون ماخذه فقط كوب من القهوه بس الصباح، بعدين ابدا ما يجيني نفس ولا اجوع ولا تجيني نفسي اكل شيء. السكر مالك مرتفع ولا نازل؟ مرتفع مرتفع، تراكمي 10. يمكن انت عندك قلق وتوتر من شيء ثاني ما له علاقه بالاكل. عندي فعلا عندي. ايوه هو اللي مسبب ارتفاع. انا طبيبه اطفال بس يعني القلق والتوتر يرفع السكر، ترى هو مو بس قصه الاكل، يعني في اشياء ثانيه ممكن. ايوه انا عندي اطفال ملتزمين وياخذون الانسولين، وايام الامتحانات تشوفين ارتفع سكر مالهم من غير شيء، لانه يفكر وخايف من الامتحان ويرتفع السكر عنده. زين حبيبتي مشكوره وبارك الله فيك، افدتيني حتى ولو كنت من اطفال، افدتيني هو تخصصك. الله يبارك في عمرك انت وبارك الله فيك. الله يسلمك دكتوره. في سؤال عن اماكن وضع السنسر، هذا هل لازم في الكتف ولا ممكن اماكن ثانيه؟ يعتمد على النوع، يعني مثلا الدكسكوم ممكن في اماكن ثانيه، ممكن في الثاي، يعني ممكن في الفخذ. ايوه ممكن ينحط في الفخذ، ممكن ينحط في البطن، هذا الدكسكوم. بينما عندك اللايف ستايل ليبري فقط في الذراع، ما عنده ايوه ما عنده مكان ثاني. عندك الجارديان ممكن ينحط في البطن. نعم ايوه، فهو على حسب نوع ال 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 يعني جهاز القياس كلهم واحد. إذن ممكن الآن نتجه إلى المضخة، وممكن الأسئلة اللي يريد يسأله أيوة. أكيد أن تكون إجابتها في الجزئية القادمة إن شاء الله معك. تفضل دكتور. أيوة. نتكلم عن أهم، ممكن على أهم جزئية ما أعطيناها، شكلنا نحتاج حلقة ثانية يعني، لكن إن شاء الله اليوم نحاول قدر المستطاع، ما شاء الله الحضور طيب يعني وكذا، فنحاول يمكن نأخذ من وقتك أكثر شوية عن الساعة 10 إذا وقتك يسمح. وتفضل الآن نتكلم عن المضخة. أوكي. مضخة الإنسولين هي عبارة عن جهاز، هذا الجهاز يضخ الإنسولين في الجسم. طبعاً إحنا في عنده مثل خزان نحط فيه الإنسولين، وعادة نحط الإنسولين لمدة 3 أيام، وفي عنده جهاز اللي هو الإنفيوجن سيت اللي هو متوصل مع المضخة عن طريق بيب صغير، وينتهي هي مو إبرة، هي لما ندخل يكون إبرة، ولكن بعدين أنبوب بلاستيك يدخل تحت الجلد والجهاز يضخ الإنسولين. الجهاز يضخ نوعين من الإنسولين، هناك إنسولين المنظم أو القاعدي اللي تكلمنا عنه قبل، يضخ عن مدة 24 ساعة، وفي انسولين اللي هو البولس اللي يعطى ما قبل الوجبه او عند التصحيح، وهذا يحتاج ان احنا لما الشخص يريد يتناول وجبته يكون على درايه بحساب النشويات، حساب الكربوهيدرات، فيحسب كم من الكربوهيدرات هو راح يتناول، يدخل في الجهاز، والجهاز راح يخبره كم من الانسولين هو يحتاج علشان هذه الوجبه. طبعا في السابق ايضا كان من الواجب ان احنا نقيس نسبه السكر وندخلها في الجهاز، فالجهاز يخبرنا انت علشان الوجبه تحتاج كذا من الانسولين، وعلشان التصحيح لو كان مرتفع تحتاج كذا من الانسولين، ويجمعهم
ومثل ما احنا ذكرنا سابقا نقوم بالحساب بنفسنا، هذا كله تحسبها لنا المضخه وتعطي انت وينزل. لكن ليش قلت سابقا؟ لان في المضخات الحديثه مثل ما انتم شايفين في الصوره، المضخه الاولى على اليسار، هذه المضخه هي المضخه الوحيده اللي موجوده في سلطنه عمان. هذه يجي معاها سنسر مجس الجارديان اللي تكلمنا عنه، يجي معاها، ولما انت تحط الجهاز اللي عن طريقه يعطي الانسولين وتحط المجس في الجهه الثانيه، المجس يحسب على مدار اليوم السكر ويرسله الى المضخه. فانت على شاشه المضخه راح تشوف ايش قاعد يصير في السكر، يرتفع ينزل، وطبعا في جهاز انذار لما يرتفع يعطي انذار ولما ينزل يعطي انذار، وما في داعي ان انت تقوم قبل كل وجبة تقيس السكر لأنه بيظهر لك على الشاشة كم السكر. ولكن طبعاً تحتاج مرتين في اليوم يسوون شيء اسمه كاليبريشن، يعني تقيس السكر عن طريق الشريط وتدخله في الجهاز علشان الجهاز يعدل البرنامج ماله ويخليه أقرب ما يكون إلى سكر الجسم. طبعاً هذه المضخة مضخة ذكية لأنها فيها كثير من الميزات اللي تخليها تشبه يعني عضو البنكرياس في الجسم. مثلاً لما ينزل السكر في الدم، هذه المضخة ممكن أن هي تتنبأ أن السكر بينزل، ما تنتظر لحد ما ينزل، تتنبأ أن خلال 30 دقيقة راح ينزل السكر، فإيش تسوي؟ تقطع الانسولين المنظم، خلاص ما تخليه يروح، سسبند، توقف المضخه وما تخليه يروح. ولان هي تتنبا فهي تعمل هذا قبل ما ينزل السكر، فراح يرتفع السكر ببطء تدريجيا، ولما يوصل الى المعدل الطبيعي ترجع مره ثانيه تدخل انسولين. فما في داعي الشخص يروح يركض ويروح ياخذ اكل ويتناول، لان هي توقف الإنسولين المنظم قبل لا ينزل السكر بنص ساعة. الحاجة الثانية اللي فيها أيضا أن هي تعطي، ممكن تغير المنظم، يعني المنظم نحن في مضخة الإنسولين ما مثل المنظم الإنسولين اللي ناخذه عن طريق الحقنة، ممكن يعني نغيره من وقت إلى وقت. بمعنى وقت الليل نعطي منظم يختلف عن وقت الصباح، يختلف عن وقت العصر، يختلف عن وقت المساء. يعني ممكن أن أنت تدخل تبرمج المضخة أكثر من منظم في الأوقات المختلفة. وطبعاً من اللي يسوي هذا؟ الطبيب المعالج هو اللي يعمل هذا، مو أنت، مو الشخص المريض، الطبيب المعالج هو اللي على قراءاتك السابقة وأي كثر إنسولين أنت كنت تأخذ يبرمج الجهاز. فهذه المضخة تقدر أن هي تزيد أو تنقص الإنسولين المنظم بنسبة بسيطة، بحيث أنه هي تعدل نسبة السكر ويبقى في المعدل الطبيعي. وإذا ارتفع السكر بصورة كبيرة، ففي هذه الحالة المضخة تعطي جرعة تصحيحية بنفسها، تحسب الجرعة التصحيحية وتعطي الجرعة التصحيحية. بمعنى أن هذه المضخة تحاول أنها هي تحافظ على السكر في المعدل الطبيعي بأكبر صورة ممكنة، عن طريق تغيير المنظم، أو عن طريق إعطاء جرعة تصحيحية، أو عن طريق وقف ضخ الإنسولين المنظم في حالة هبوط السكر. طبعاً المضخة اللي جنبها ما موجودة معانا، بس عشان تعرفون أن هي يعني في مضخات كثيرة، بس إحنا اللي في عندنا في سلطنة عمان هي الأولى. ولو لاحظتوا هذه المضخة الثانية تستخدم جهاز دكسكوم 6G اللي تكلمنا عنه سابقاً كسنسر مالها، مجس مالها.
وناديها السليم اكس 2 انسولين بومب. المضخه الثالثه اللي هي مضخه ما فيها واير، يعني الجزء اللي يضخ الانسولين ما متصل بالمضخه بواير، فيها هذا الجزء اللي يضخ الانسولين ديسبوزابل، ممكن يستخدم لمدة 3 أيام وبعدين تشيله وترميه وتستخدم واحد جديد مثل لاصق يعني هو، وتتحكم فيها عن طريق التلفون الهاتف الذكي السمارت فون. وأيضا هي ممكن أن هي يكون معاها الدكسكوم 6G كالسنسر مالها، فعن طريق الدكسكوم 6G هذه المضخة اسمها الأومنيبود، هو اللي يقيس السكر بانتظام وتقدر تشوفه على شاشة التلفون وتعطي البولس عن طريق التلفون وتعدل وتعطي جرعة تصحيحية كلها عن طريق الهاتف. وهذا الجزء مثل ما ذكرت ما متصل بواير، وورا 3 أيام ينشال وينرمى وتستخدم واحد جديد. هذه أيضا ما موجودة معانا، بس عندهم وكيل في دولة الكويت وفي الأردن وفي لبنان، وفي ناس يجيبونها عن طريق الأمازون من الولايات المتحدة، فيعني موجود other choices، موجود خيارات أخرى، بس ما عندهم وكيل في سلطنة عمان للأسف، يعني لو حدث خلل ولا احتاج قطع غيار ولا شيء ما عندهم وكيل. صحيح. والمضخة الأولى هي المضخة اللي موجودة وموجود لها وكيل وعندها خواص يعني ممتازة. صحيح. طبعا هذا صحيح، هو دكتورة التكلفة مالها عالية، لكن الشخص المقتدر يعني ممكن يكون هذا أحسن استثمار في ابنه ممكن أن يسوي في مريض السكري. سعود مالت البامبو في الجسم عشان يعني المشاهدين يأخذون فكرة. ايوه اللي بعد الصوره. ايوه بالضبط، هذا قرب الصوره بتلاحظون ان الصغيره جايه ما تكبر. كبر سوي ماجنيفاي. ايوه بلاحظ ان البامب هنا معلق في الملابس، لكن ممكن يجي معاه سير حزام يوضع فيه البامب. لاحظوا الواير اللي متصل من البامب الى الجهاز اللي الجزء القطعة البلاستيك اللي تروح تحت الجلد وتضخ الأنسولين. طبعاً هذه ندخلها بشيء اسمه إنسرتر، يعني نحطها داخل الإنسرتر اللي هو يحطها داخل تحت الجلد، والعملية ما مؤلمة، مو أنت يعني اللي تغز نفسك، بتحطها في جهاز صغير بتضغط عليه بتروح بنفسها تحت الجلد. ولو لاحظتوا الجهة الثانية موجود إيش؟ موجود السنسر الجارديان 3 اللي يقيس على مدار اليوم نسبة السكر، يقيس كل 5 دقائق ويرسل القراءة إلى الجهاز، فأنت تشوفه يتبدل كل 5 دقائق قراءة 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 إيش قاعد يصير في السكر، وتشوف أيضا رسم بياني إيش قاعد يصير في السكر، لأن إذا شفت الرسم البياني الخط يرتفع ينزل في المعدل الطبيعي تحت المعدل الطبيعي فوق المعدل الطبيعي، وفيها أجهزة إنذار ألار أيضا لو أنت غافل مثلا تسوق وما تقدر طول الوقت عينك على هذه الشاشة بيعطيك الألارم لما هو يرتفع ويعطيك الألارم لما هو ينزل. فهي يعني عبارة مثل ما نقول إحنا كأنها تعمل عمل البنكرياس الصناعي لمرضى السكر. طبعا هذا احدث شيء اتوقع الان، بس يمكن ننتظر الحين الجي 4 ننتظر السنسر جي 4 لانه هو اكثر دقه يعني من ال 3، وايضا ما تحتاج كاليبريشن، بمعنى ما تحتاج ان انت تقيس السكر مرتين في اليوم كل 12 ساعه وتدخله في الجهاز. دكتور ناخذ السؤال، كان العمر المناسب لاستخدام مضخه مشان نجاوب على اسئله الاخت. ايوه المضخه ممكن تستخدم من حديثي الولاده،
ان في انواع من السكر تحدث يعني في اول الاسابيع الاولى من العمر، ممكن نيونيتال ينادونها دايابيتس اللي هو سكري حديثي الولاده، فممكن تستخدم مضخه الانسولين لهذا. لا يعني العمر الادنى ما في من الشخص يعني ايام عمره ممكن ان تستخدم مضخه الانسولين، طبعا مو هو اللي بيسوي يعطي البولس وكذا، الاهل يعني هم اللي بنعلمهم كيف يعطون البولس وكيف يعدلون وكيف يسوون. فما ممتاز. ناخذ ربما زين بعض الاسئله على اساس اللي يريد يسالها عن طريق المداخله. صباح او السبأ الكندي. ايوه تفضلي. السلام عليكم. عليكم علي. السلام، تفضلي. اهلا وسهلا. عندي استفسار. ايوه. استفساري هو انه عندي عمتي، نحن الحين نستخدم معها الفري ستايل ليبري، تمام، از كونتينيوس مونيتورينج. ايوه. ولكن احيانا يعني ينزل عليها السكر واحيانا يرتفع، فانا حاولت ان انا ادور اللي هو بعد الفري ستايل 3 بعد ما نازل في عمان، صحيح، اللي هو فري ستايل 2 اسف. ايوه. ولكن سمعت عن في جهاز اسمه مياو يتركب على الفري ستايل بحيث يحوله من جهاز ان نحن يعني يكون بس عن طريق المسح الى جهاز ممكن ان هو يسوي انذار في التليفون ان مثلا الحين السكر نزل او الحين ان السكر ارتفع. صحيح. ولكن الإشكالية إنه أنا ما متأكدة من هذا، ولكن الحين أتوقع إن شركة مياو تم تبليكها أتوقع من قبل الفري ستايل ليبري، لأنه الحين صار إنه حتى مثل لو أنا اشتريت الجهاز. أيوة. مياو، لكن ما بيتعرف عليه، ما بيتعرف على الفري ستايل. فهل في يعني إلين ما ينزل الفري ستايل 2 هل في بدائل أخرى اللي هي الكونتينيوس اللي هي ممكن إن هي تعطيني مثل الإنذار إذا نقص السكر؟ هي يعني يفرق اللايف ستايل ليبري 2 عن اللايف ستايل ليبري الموجود معانا اللي هو الأول، أن ما في إنذار لما يرتفع ولما ينزل، ما في ألام، بينما التو عنده ألام. أيوة. أيوة. فهذا يعني الفرق. وطبعا التو بعد ما نازل في عمان ممكن في أشخاص يجيبونه من الخارج، بس إذا جبتوه من الخارج ما رح يشتغل على السوفت وير اللي يعني إذا تريدون بالكمبيوتر تشوفون إيش قاعد يصير في السكر، أو لما تروحون للطبيب يربط الواير مع الجهاز ولا ينزله عن طريق الكمبيوتر، ما يشتغل لأن لكل منطقة السوفت وير مالها. أيوة بالضبط. أنا ما لقيت أي سوفت وير، يعني لما دورت في الأبل أب ما حصلت ولا سوفت وير اللي هو يشتغل على المياو جهاز، يعني جهاز. أيوة. أنا صار يعني ما عندي خبرة بالمياو، سمعت أن في بعض المرضى اشتروا، بس ما أعرف هل هو ينفع ولا ما ينفع مع اللايف ستايل ليبري، لأن ما في عندي أنا ولا مريض يعني ما عندي خبرة فيه، فما أعرف إذا هو ينفع ولا ما ينفع، بس ما أتوقع أن شركة بتمرره بسهولة، خاصة أن هي عندها اللايف ستايل ليبري 2 في الآن موجود في كثير من الدول يعني الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وهذا عند الألارم. أيوة بالضبط. أيوة. فهم يعني ما بي ما بي ما بي بالسهولة يعني بيمررون هذا الجهاز، لكنه إن شاء الله عسى أنه يوصل هذا اللايف ستايل ليبري 2 معانا يعني بسرعة، بحيث أنه نستفيد من خاصية الإنذار. في الوقت ذاته ممكن الواحد يستخدم الجارديان ولا يستخدم الدكسكوم، وهذول فائدتهم عن اللايف ستايل ليبري أنهم على طول بتشوف
مو فقط عند المسح بتشوف القراءة، على طول بتشوف على الجهاز ناديهم ريل تايم على طول إيش قاعد يصير في السكر على مدى الـ 24 ساعة. أيوة. وفيهم ألارم عند الارتفاع، ففيهم ألارم عند الهبوط، لكن طبعاً ثمنهم أغلى بكثير من اللايف ستايل ليبر. أيوة. الواحد لازم أيوة لازم يوازن الأمور يعني. أحسنتي. شكراً أخت سفا. نأخذ يقين. يقين تفضلي. يقين أو فضل يقين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت استفسر عن الحملة للحين مسوتينها الجمعية العمانية للسكر، هل راح نقدر وفي أمل إن نحن نستفيد من هذه الحملة ونحصل على مضخة قريبا؟ حملة هي حملة نحن معكم اللي الآن يعني معانا في الجمعية، بدينا نحن بأجهزة القياس عن طريق الأشرطة وجهاز اللايف ستايل ليبري، لحد الآن ما وصلنا إلى المضخة، وهي لذوي الدخل المحدود والأسر ذات الضمان اللي مستفيدة من الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي. طبعا نحن نحب أن نحن نتوسع ونفيد الجميع، ولكن نحتاج إلى تبرعات، يعني أن يكون عندنا ميزانية علشان نقدر نفيد عدد أكبر، فكل ما زادت عندنا الميزانية كل ما إحنا بنزيد إن شاء الله الفئات المستفيدة، وبندخل أيضا مضخة الإنسولين. بس في الوقت الحالي هذا هو يعني الحال، أن نحن مضخ الأشرطة القياس الجهاز قياس عن طريق الأشرطة، والفريستايل ليبري هو اللي معانا ولذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي. بس إن شاء طيب الله عندي سؤال ثاني. خير. هل يصلح لمريض السكر تراكمي ما لا تسعة إنه يستعمل سنسر أو لا؟ السنسر ما يعتمد على السكر التراكمي. طبعا هو اذا اللي راح يحدث ان اذا استخدمه انه هو بيكون على درايه اكبر بايش قاعد يصير في السكر ماله، بيقدر يتحكم فيه بصوره افضل، بيقدر يعدل الجرعات بصوره احسن، الطبيب المعالج، لان الطبيب المعالج يعني ما معك على طول، بس لما انت ينزل القراءات ويشوف في هذا الوقت عالي وفي هذا الوقت بيسالك إيش اللي أنت تسويه في هذا الوقت؟ ليش في هذا الوقت منخفض؟ ليش؟ وبيعطيك بعدين توصيات، عدل الجرعة في هذا الوقت، نزل الجرعة في هذا الوقت، خلي الجرعة مثل ما هي في هذا الوقت، فبيقدر يعدل سكر التراكم اللي هو 9 اللي يعتبر عالي، وبينزله إن شاء الله يوصل إلى 7 وأقل. لكن هذا ما يمنع الشخص اللي هو سكر 7 أنه يستخدم اللايف ستايل ليبري إذا يريد، لأنه هو بيقدر أنه هو يحافظ على السبعة وحتى ينزلها أكثر. يعني أيوة السكر التراكمي استخدام اللايف ستايل ليبري لا يعتمد على السكر التراكمي، ولكن يساعد على ضبط السكر التراكمي. شكرا لك دكتورة هالة. عفوا الله يخليك. في عندنا مشاركة أخرى من مريم. أيوة تفضلي الأخت مريم، أو ممكن نشوف داود العجمي. تفضل الأخ داود. شكلهم بالغلط دكتورة رافعين. ليش ما تحط سؤال سعود في هالوقت؟ أيوة في تمام، في عندنا أسئلة. أيوة. أنا للحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أول شيء شكر جزيل للجمعية العمانية للسكري على إتاحة هذه
أيوة دكتورة. أيوة. السلام عليكم. لخبطة الحين في شخصين. لا شخص زي ما دخلوا مع بعض. نبدأ عند مريم. نبدأ عند مريم أول شيء. تمام. أيوة السلام عليكم. السلام. تفضل لك مريم إذا ممكن تختصري لأن الوقت خلاص. إن شاء الله دكتورة. أسأل دكتورة عندي سؤال، إذا كانت مثلا إحنا معطين يعني جدول لقياسات السكر زين، فإذا مثلا ما وصل في المعدل اللي معطين إياه يعني، فكانت نسبة السكر منخفضة، أيوة، فتناولت الوجبة فبعد من عطيناها المنظم مال طويل مال المنظم الليلي زين، فبعد المنظم أكلت مثلا وجبة شوية ثقيلة فارتفع أيوة. عندها السكر، فارتفع معها السكر صحيح. أيوة لأن المنظم فهل... ما لها علاقة بالأكل مثل ما قلنا المنظم... أيوة لكن هل يحتاج يعني أن أعطيها جرعة تصحيحية، لأن أنا ما أعطيتها الجرعة اللي قبل الوجبة لأنه ما وصل مستوى نسبة السكر اللي هو مطلوب أن أعطيها إياها. أيوة تعطينها جرعة تصحيحية لأن لو ما عطيتيها بظل عالي على طول. ترى هو كذا يعني أنا أسأل هذا السؤال يعني أنه ظل عالي لأنه يعني ما ساعد المنظم اللي يعني عطيتها إياه يعني. لأن المنظم بس نسبة قليلة جدا هي عشان تنظم ما بين الوجبات، لكن مو الوجبة ما يكفيها المنظم، إذا ارتفع بعد الوجبة المنظم ما راح ينزل. أيوة عشان كذا يعني لازم تعطين هجرعة تصحيحية، ولا إذا مثلا كان وجبة عشاء بيظل طول الليل مرتفع خطر ما زيد، لازم هذا أعطيها يعني بعد ساعتين، تعطينها بعد ساعتين أيوة، وترجعين تقيسينها بعدين ورا ساعتين أخرى تأكدين أنه هو جالس ينزل. أها أيوة فهمت. ده سؤال ثاني اختصار أخت مريم. آخرين يريدون يسألون إذا إن شاء الله كم يوم يحتاج يعني أراقب السكر عشان يعني أعدل الجرعة، لأنه مرات يعني يرتفع فترة مثلا يوم يومين فبيرجع السكر مرة ثانية يعني في المعدلات يعني اللي معطيني إياه الجدول. صحيح 3 إلى 4 أيام إذا في هذاك الوقت دائما مرتفع أو دائما نازل عدل الجرعة، أو إذا مثلا بس استمر تقريبا يومين بعدين رجع للوحدات للقياسات القبل لا بعدين وانتظري شوفي هل يستمر أوكي ولا يرد يتلخبط، عرفتي لازم على الأقل 3-4 أيام، لأن لو يومين يمكن طفل مريض يمكن طفل يعني سبحان الله هذيك اليومين في سبب أنه خلاه يرتفع أو ينزل. شكرا أخت مريم. نأخذ من الأخ داود. السلام عليكم طلاب، مساء الخير. أول شيء الشكر الجزيل للجمعية العمانية للسكري على إتاحة هذه المساحة، وحقيقة اللي هي فيها معلومات يستفيد منها الكثير، كذلك الشكر موصول للدكتورة. أنا عندي مداخلة بس فقط بخصوص جهاز الميام ياو، عندي طفلة مصابة من شهر أبريل 2021 تمام. وفعلا طلبت جهاز الميام ياو واستخدمته، كان في برنامج اسمه توميتو اللي هو يربط المياه ومياه ويحوله لليبريتو، ولكن في فترة معينة مثل ما ذكرت الأخت إنه توقف يعني سووا له بلوك من أبل ستور، وهو موجود داخل، وتواصلت مع الشركة اللي هي مياه ومياه ونصحونا باستخدام برنامج إكسدريب. برنامج إكسدريب. أوكي. إكسدريب اللي هو للأبل، وبعد فترة ليست بقصير يعني 3-4 شهور هم اشتغلوا عليه ونزلوا برنامج توميتو ليت، فحتى هذا اسم البرنامج واللينك ماله موجود في صفحة تويتر للمياو مياو. أوكي توميتو ليت. ليت أيوة أيوة موجود، يعني أي حد يدخل على صفحة تويتر للمياو مياو وينزل إيزي، هذا اللي هو للأبل ستور للأبل. ومشى الحال مع المياو مياو؟ الآن أشتغل أنا على لازال أشتغل على إكس دريب، بس في أحد الإخوان نزل توميتو ليت وشغال ميوم يوم شغال حمنا. ممتاز، هذه للأخت اللي سألت ممكن تستفيد من هذه المعلومة لحد ما يجينا اللايف ستايل ليبري 2 اللي أصلا هو
بلت ان في الالارم، بس ممكن الواحد يعني اوفركم المشكله بهذه الطريقه. نعم 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 ايوه، شكرا جزيلا لك على المعلومه. شكرا دكتوره، بارك الله فيك. هي طبعا شركه ليبري ايضا هم قالوا انهم يتحملوا المسؤوليه وما ذلك، وانه هذا يعني جهاز خارج ما من شركتهم وكذا، يعني هي لذلك هم حاولوا انهم يغلقوا على هذا المياو مياو، بحيث انه لانهم ما يعرفوا عن تفاصيله وما يريدوا يتحملوا المسؤوليه، فلكن هذا لما يجي القديد ان شاء الله باذن الله راح يحل المشكله. هلا دكتوره، اخذنا اتوقع محتاجين احنا ان ننظم حلقه اخرى، لأن في الحقيقة يعني ما خلصنا تقريبا حتى نص الأشياء اللي كنا ناويين نحطها في أسئلة الجمهور، وفي أسئلة أيضا من الجمهور، وفي كثير بعد أكيد معاك مزيد من المعلومات. رأيك هل ممكن حلقة جديدة؟ عسى خير إن شاء الله، نلتقي على خير معاكم جميعا إن شاء الله. نتمنى للجميع الصحة والعافية، وديروا بالكم على صحتكم وخلكم أصدقاء للسكر بدل ما تتحدونه. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة هالة الشيخ استشارية لا في علاج مرض السكري عند الأطفال، ونائب رئيس الجمعية العمانية لمرض السكري، وإن شاء الله نعيدكم متعبين. تفضل الدكتور أن تكون هناك حلقة أخرى خاصة في هذا الموضوع، لأن فعلا وسيلتكم إن شاء الله محل تقدير واهتمام ورجاء من الأخت نبيلة والأخ سعود في الجمعية، أنكم تحتفظوا بالأسئلة ونرد عليها بإذن الله. وذلك مثل ما قلنا لكم أيضا، إذا في أي حاجة الجمعية ممكن أن تخدمكم فيه لا تترددوا أنكم تتواصلوا، وهذه المبادرة موجودة لخدمتكم، وإن شاء الله راح تتطور وتشمل الجميع وتشمل مضخة السكر إن شاء الله مستقبلا. وأيضا يعني نحتاج دعمكم في دعم حسابات الجمعية والتواصل معها ومشاركة الآخرين، كلما كان عندنا متابعين أكثر كلما كان هناك مزيد من الاهتمام من مختلف الشركات الداعمة، وإن شاء الله هم أيضا ما مقصرين معانا. في نهاية هذه الحلقة أتقدم لك دكتورة بجزيل الشكر والتقدير، وأتقدم أيضا للحضور على حضورهم معنا، وكذلك للداعمين مركز الرحمة الطبي وتلمار، وأيضا للأخوة في التنسيق هنا الأخت نبيلة والأخ سعود، شكرا جزيلا لكم. وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من أنا وأنا السكر إن شاء الله الحلقة التاسعة، وأكيد بإذن الله راح ننظم حلقة أخرى. شكرا جزيلا دكتورة مرة أخرى، وتصبحون على خير. شكرا لكم جميعا، تصبحون على خير، مع السلامة.